كنت في نيويورك واحد في مسجد اسمه مسجد الشيخ الألباني، وفي يمنيون وفي أمريكي أرسل رسالة يريد الجواب على السؤال. قال أنا شدد على الأمريكان للذهاب إلى اليمن، فلو ذهبت عشان أنتقل إلى المناطق اللي فيها مراكز أطلب العلم ألبس عباءة، عباءة امرأة، وهناك التفتيش النساء ما يفتشون، امرأة هل يجوز؟ يريد أن يلبس عباءة امرأة عشان يوصل دماج، ذاك الوقت بيدرس في دماج قبل لا تنتهي دماج. قلت سبحان الله، انظروا إلى هذا المفارقة العجيبة. نحن في نيويورك يمنيون جاءوا من اليمن إلى نهدل الدنيا يعيشون في أمريكا للعمل، أمريكي من نيويورك يبي يذهب إلى اليمن ويلبس عباءة ليطلب العلم. ما نملكه خير مما يملكه الغرب. عندنا توحيد، عندنا إسلام، عندنا صلاة، عندنا مساجد. هذه النعمة التي نحن فيها لا نشعر بها. واحد أمريكي زارنا أول ما دخل الكويت، كل ما مر على المسجد قال مسجد، طلع كاميرته صور المسجد، مشى قال أوه هجين واحد ثاني صور الساعة. قلت له تتعب أنت في الطريق، كل بيوتنا تمشي مسجد 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 مسجد، عليه هناك بالحصة ما في مسجد، عمارة حاطين سردابة تحت، شوف البايبات شوف المجاري، هذا مسجدهم، شقة حولينها مسجد، بيت حولينها مسجد. عندنا الإسلام،